هاي شيف، بونجور، جويو نويل. أول شيء نعاد عليكي. إن شاء الله هيك كل سنة، السنة الجاية بتكون كمان خير، وبتضلك هيك عم تعملنا هالأطباق الشهية والطيبة كل يوم بمورنينج توك. أكيد نعيد كل اللبنانيين كمان. هيك رجعنا لكم بعد فرصة طويلة، جمعة سبت أحد. إن شاء الله كان ويك أند حلو، كانوا الأكلات طيبين، وأنا عرفت السنة أنه عن جد عن جد، يعني بعرف ورا شغلي أنه العالم عم تحب، عم تحب وعم بتطبق، وكتير بعتولنا خصوص الكيشات والحبش، يعني كل شيء طبقناه خلال هالجمعة اللي تعبنا عليه وصلت نتيجة. أنا مبسوط، يعني حلو السنة. أنت بتعرف أمّا كمان، في أمّا لرفيقتي كل يوم بتقلي بليز جيبي لنا رسات شيف فادي أو رسات شيف حنا، بليز بدي أعرف هادي كيف بتنعمل وهادي كيف بتنعمل. يلا خلص بكرة أرجعوا فوتوا حضروا كمان رساتات الشيفية على الويب سايت، ترجعوا بتلاقون كلهم هيك بالتفاصيل يعني. فأكيد يعني عم يكون في تفاعل مهم كتير، عم بيطبقون. أنا عدا عنه أوكي الأكلات طيبين وكذا وهيك، عم بيطبقون وعم بياخدوا نتيجة مزبوطة. صحيح. يلا هيدا جو العيد حلو. واحد أكيد ما في أحلى من العيد. هلأ خلص عيد الميلاد، نعم، بدنا نبلش نعمل أطباق هيك قصص صغيرة لنيو يير. صح. هلأ بدنا اليوم بدنا نشتغل بالتشيكن رولاد، عنا صدورة الدجاج. أوكي، رح أعمل أنا الحشوة تبعولهم بالسبانغ والجوز والفطر. بدك تحشيهم هن بقلبها يعني؟ نعم، بدي افتحهم ودقهم ونحشيهم بقلبهم. برجع قلت لك بعمل قلية من البصل والثوم والسلري، وفي عنا كمان الجوز والزعتر والمشروم والفتة، يعني كل المكونات اللي قدامنا رح اطبخهم مع بعضهم وحطهم بقلب البريس وتحشيها. ارجع اسلقها بالماء. أوكي. بلفها بالكلينك فين معنا واسلقها بالماء. ارجع بس تنسلق مزبوط، ارجع بدي بزيت زيتون هيك اعطيها لون الشعر، قليها. شو بتفرز لي من الخضرة بقلبها ومن التشيكن، كمان رح نعمل صوص حدا. يعني تطلع صوص طيب، صوص المشروم كمان من موجودين المشروم عنا. وفي كمان رح اعمل حدا كمان، سوري، رح اعمل حدا بيوري من الجزر والبطاطا. اوكي، يعني هيك رح نسلقهم، نحط لهم شويه كريم فريش، ملح وبهار، نعمل بيوري حدا هيك مهضومه كرمال منيحه البيوري هيك بالبطاطا. اكيد هذا هيك الحدا. في عندنا الحلومي سلاد، الارجولا يلي هي روكا يعني. اوكي، رح نشوي كمان الحلوم ونعمل سلاد من الرمان وطومات شريز ونحط عليه هيك دبس الرمان، يعني السلاد الخفيفه، لانه بدنا ننتبه ما بدنا نعطي وصفات بقى دسمه لانه العالم ايه من بعد العيد. بس يلا بعد فيها الجمعه بنعطيهم هيك كم شغله دسمه كرمال نختم الاعياد. بس برضه نحن عم نعطي وصفات، هلا بدنا نبلش ننزل شوي شوي بوصفات صحيه وما تكون دسمه كثير كرمال نقدر نستمر. اكيد. يلا لكن شيف انا رح ثانك يو انيتا، يعطيك العافيه. ميرسي. صباح الخير، نرجع نعيدكم عن جديد. رح هلا نبلش. اول شيء طبعا بدي بلش بالاليات وكل شيء بده سلق الميزون بلاس تبعنا، وارجع نضف التشيكن وارجع احشيهم بالحشوه يلي بدنا نعمله. هي اسم اكلتنا اليوم تشيكن رولاد. المكونات هلا بيقطعوا معنا. طبعا بدنا البصل وبدنا الثوم، وفي عندي الجوز والزعتر والفطر، وحطيت لها فتة بقلبها كمان، وفينا حيلا نوع جبنة، بس أنا بفضل فتة لأن فتة فيها ملوحة وما بتسيخ كتير يعني كرمال هيك. أول شيء بدي بلش بالعملية السلق، بدي أعمل بيوري من الجزر والبطاطا. رح أقرب حد أنا الجزر والبطاطا. أول شيء أقطعهم صغار. هي ليش حاطه البطاطا؟ بطاطا فيها النشويات وبتخليها تشد للجزر هيك. كون حطينا مكون طبيعي، نحن ما حطينا نشا او شيء ثاني، من البطاطا رح هي تشد وتعطينا نكهه. انا بدي اسلقهم على الاخر تيصيروا بيوري، يعني مثل البطاطا البيوري، بس رح ادخل انا الجزر مكون ثاني هيك بيعطينا نكهه جزر طيب وسويت، هيك بيعطينا النكهه الحلوه شوي. هود الجزر رح بلش فيهم كمان. ارجع اقطع البطاطا هيدي الطريقة، رح زغرهم انا قد ما في تيستووا باراليل مع بعضهم. برجع بشيلهم انا بصفيهم، قلنا رح زيد عليهم انا كريم فريش، ملح وبهار. ما بدي كتر كتير بهارات وكتير هيربز، ضل هيك محافظين على الطعمة.
نستطعم البطاطا وبالجزر. بهذه الطريقة. نقوي الغاز على الآخر. نحن حاطين باي ماس ماي عم تغلي وسقطت الخضرة بقلبه. هلا بدي احط زيت زيتون بالطنجرة اللي حدي. بدي بلش اعمل حشوة تبع التشيكن رولاد يلي بدي احطهم بقلب التشيكن بريست. اول شيء بدي البصلة. بصلة صغيرة. قصة ناعمة. بدنا كمان عشبة الليك. الليك يلي هي كرات. افرجيكم اياها. كمان من فصيلة البصل. هيدي كمان تعطينا نكهة كتير طيبة. كمان رح اقطعها. ينطر يحمي الزيت شوي. رح دغري بلش سقطهم. قلنا اول شيء البصل ناعم. هيدا الليك. هيدي القلية. اهم شيء القلية. القلية كثير مهمة. بدنا نبلش صح تناخذ نتيجة صح وطعمة طيبة. على طول القلية، البصل، الليك، الكرافس، الكرات، يعني الاعشاب، هول هن الاساس بالاكل، هن اللي بيطيبوا الاكل. يعني ضروري هول ينوجدوا ونجيبهم. صوص البصل والثوم يعني كثير مهمين. في هون انا حدي كمان ثوم المهروس. اوكي، وانا حطيت لهم شوية زيت. كمان رح سقطهم معهم. هون بدي القلية انا. اكيد يتقلوا مزبوط مزبوط. بس يتقلوا مزبوط رح زيد عليهم السبانغ. طبعا هلا بتحسوا كميتهم كتيرة، بس انا دغري هلا بس نحطهم فوق القلية رح يدوبوا ويعني بيخسروا اكثر من نصهم. هلا القلية بس تصير ريدي رح زيد عليهم السبانغ. كمان رح احط المشروم هيك مرة كم جزء منهم رح احطها معهم كمان. ورح احط الجوز. الجوز كمان رح افرمه ناعم واحطهم كمان مع القلية. الجوز بيعطينا الطعمة والقرشة. هلا كمان رح اخذ كم حبة جوز. جوز رح استعملها مع السلاد، رح استعملهم مع الحشوة تبع التشيكن. هلا بفرمهم. طبعا بس افرمهم وقليهم مع البصلة انا بيفرزون لنا الزيوت تبع الجوز، بيعطونا كمان النكهة بتأثر. كمان هول الجوز رح نزلهم. يعني هلا بلشت الروايح. بدنا نضل نقلب القلية كرمال ما تحترق. بدلهم شوية زيت زيتون. هلا رح غير لوحة قدامي أنا تبلش اشتغل بالتشيكن. طبعا التشيكن البريست بدنا خلي الصدر كامل هالطريقة. بدي نظفهم أنا. بدي افتحها بهالطريقة قد ما فينا نوسع بإيدنا. بدي جرحها شوي
برجع نبرم على تاني ميل. رح احط لها ملح وبهار انا، ارجع اردها لمحلها تنرجع هون بدي احط الحشوه ولفها مبروم يعني. رشة ملح بقلبها، رشة بهار اسفل، هلا رح اخذ بورسون تانية بالبريست كمان، ضلوا السكين مننيم قد ما فينا، بنسحبها سحب كرمال ما نخزقها، نرجع بنساعدها بالطريقة تصير فلات كلها سوا، نرجع نبرم اللوحة كمان بننيمها. تمام بهالطريقة نرجع نملح ونبهر، كمان رح شيلها على جنب. نغير اول كف، من هون القلية بلشت، هلا رح زيد سبانخ انا عليها، نضف قدامنا شوي، فوق السبانخ رح زيدهم انا شوي شوي على المكونات. برجع بذكر حطيت انا بصل، ثوم، الكرات، زيت زيتون طبعا قلينا فيهم، وفرمت جوز ناعم على الاخر كرمال يفرز لنا الزيوت يعطينا النكهه مع الحشوه. هلا عم زيد السبانخ، انا السبانخ مثل ما قلنا فينا نجيبهم مجلدين بس انا بفضلهم فريش كرمال نحن نطبخهم نتحكم بالطعم مزبوط. هلا هن لحالهم رح يدوبوا، رح اخلط المزيج كله مع بعضه، وطبعا رح زد لهم مثل ما قلنا انا بعد المشروم فطر يلي قدامي، فينا نجيب الفطر حيالنا نوع فطر نحن جايبين هيدا اليوم، كمان رح نزيدهم شوي، كمان الفطر رح استعمله بالسلاد، رح استعمل رح نعمل صوص مشروم حدا مع البوريه الجزر والبطاطا. فعندي الفتة حدي كمان، بس انا بدي انطر يدوبوا المكونات نطبخوا مع بعضهم. هيدي الطريقة بدي بلش هلا شيل قطعة من الفتة، زيدهم كمان فوقه بصير في عندنا حشوة متكاملة فيها قليات، يعني القليات يعني بقصد البصل والثوم، فيها سبانخ، فيها حشايش، فيها المشروم، وفيها الاجبان الفتة، اكيد حطينا البهارات وزيت زيتون. هلا انا تبرد الحشوة رح شيلها بس ينطبخوا مزبوط مع بعضهم، رح شيل الحشوة انا على جنب، بردها شوي، ارجع بالفقرة الثانية رح احشيهم بقلب البريست، لفهم كيف بنلفهم باي طريقه، وارجع اسلقهم سلق، بدي ارجع كمان باخر فقره ارجع قليهم اعملهم صوتي بزيت زيتون، ومن المرق تبعونه رح اعمل صوص المشروم. هون مثل ما شايفين السبانخ بلشوا يختفوا، رح فرجيكم هلا، هلا ارجع ذوقها انا شو اذا بدها ملح بدها بهار، رح فرجيكم كيف صارت الحشوة بأي طريقة.
قبل ما نظهر بريك رح فرجيكم الحشوه بس تدوب الجبنه شوي. من هذه الطريقه الحشوه الفطر مع السبانخ مع البصل مع كل شيء رح ناخذ نكهات كثير طيبه. انا رح ذوقها هلا تحت الهواء، اذا بدها ملح ممكن بتذوقوها وتشوفوا، لانه بس حطيت الفته مالحه بتعطينا، ما بدي ملح كثير انا، ساعتها فيكم ذوقوا بورشن تزيدوا تملحوا تبهروا ذوق. هلا من بعد ما خلصنا الحشوه وعم نسلق الجزر والبطاطا رح روح بريك ونرجع نشوفكم بالفقره الثانيه نكفي نحن وياكم اكلتنا. اكيد من بعد الربح والترانيم رجعنا على المطبخ كلنا جعنا، بدنا نكفي طبختنا بس رح اخبركم شو صار بغيابكم. كل اللي صار في عندي انا رح فرجيكم هون شقفه البريست اللي حشيتها بالحشوه يلي عملتها، الحشوه كمان شلتها وانا وبردتها اللي هي السبانغ، وقليت بصل وثوم مع الكرات وحطيت السبانغ والفته وكلهم طبختهم مع بعضهم، رجعت شلتهم صفيتهم وحطيتهم هلا حدي على جنب كرمال احشي البريست يلي قدامي. انا عملت بورشن وحده احا هون قدامي بالمي، سلقتها بالمي لفيتها بالكلينج فيلم، هلا فرجيكم كيف حطيتها هلا هون انسلقت هي صارت ريدي. رح احطها على مصفاية هلا، شيل النايلون عنها، رح ارجع انا هون اعملها سوتيه تاخذ مرق منها تكفي صوص المشروم منها. هلا رح شيلها احطها هون على جنب، برجع بفتح النايلون عنها بس تبرد برجع بعملها سوتيه بس بدي اقدمها. كمان انا قطعت بطاطا سلقتهم هن والجزر مثل ما شايفين، رح احطهم هلا ببول انا حد كبير، حط لهم كريم فريش احطهم هون بس تجيب بولي قبل. رح سقطهم لأن سلقنا بطاطا وجزر مع بعضهم، ناخذ نكهة هيك سويت بيوريه طيبة، وهيك دخلنا النشويات من خلال البطاطا والجزر ناخذ النكهة واللون هيك نغير شوي عن البطاطا لحالها. رح احط لهم أنا الكريمة ملح وبهار، ورح نقدمهم أكيد مع التشيكن رولات. هلا رح احط لها شوية كريم فريش هيك نكهها وندسمها. طبعا بدنا نملح ونبهر. هلا انا رح اتركهم على جنب. هلا وهي الطريقة فينا نعملهم بيورين معصهم بايدنا او بالبريس، فينا كمان او بشريط الخفق نضربهم كلهم مع بعضهم بصيروا مثل ماش بوتيتو، فينا نقدمهم كيف ما بدنا نحن ببولي، فينا نقدمهم سايد على جنب حد يعني بالطريقة اللي بدنا اياها. بس هو المكونات هلا الفكرة النهائية نفرجيكم كيف رح نقدمهم. هلا مثل ما شايفين في قدام البريس البورشون الثانية رح شيلها حطها هون، ما شايفين ورقة النايلون. رح جيب الحشوة أكيد طبعا نكون محضرين كمان طنجرة صغيرة هيدا الحجم كرمال نسلق فيها الشقفة الثانية هيدا الحشوة نحطها فيها هون. هلا فينا البريست ندقها اكثر ناعمها اكثر يعني، بس بتصير قريبه للاسكالوب، انا لا بدي يضل هيك اللحم فيها مبينه وسميكه. هلا رح لفها انا واسلقها وارجع اطبخها مثل ما قلنا بهالطريقه، نلفها نخلي الحشوه جوا نسكر عليها يرجع ورقه النايلون بهالطريقه نلف ونصير نشد نشد لجوا قد ما فينا نسكر عليها تطلع رولاد، رولاد يعني مبرومه. هيدي الطريقه بنرجع بنقطع على الطرف ونمشيها بهالطريقه نشد عليها نشد قد ما فينا، هالطريقه بتطلع معنا مبرومه رولاد مثل شقفه الروستو، بس هي التشيكن البريست الطبيعيه مانا مطحونه، بس تنطحن تتسمى روستو. بتطحنوها بينعملوها فلات كمان بحطوا بقلب الاكل
حيلا حشوه بتصير بس هي تشيكن رولاد البريست الطبيعيه. انا هلا بهالطريقه رح نزلها بالمي هون، بدي اياها تنطبخ انا هون على رواق. هلا باخر مرحله برجع بس تستوي هيدي بحط 2 بورشن، رح احطهم قدامي هون بالمقلايه شوية زيت زيتون وشقرها كلها على كل الميلات، رح تفرز لي من الخضره ومن التشيكن طعمات، رح طفيها بالكريم فريش وزيت للمشروم انا ملح وبهار تناخد صوص المشروم منه. هلا بما انه عملنا الخطوات كلها تبعول التشيكن رولاد رح انتقل هلا نعمل سلاد. سلاد هينه ارجولا سلاد، رح اجيب هذا الصحن حاطط انا بقلبه البول كاسه صغيره حطيتها بالنص لما بدي اشتغل حواليها، نرجع بالنص بنقلكم شو رح نحط. هلا في عندي هون الروكا انا بغسلهم ومنقيهم، رح وزعهم حوالي الكاسه، فينا نحط البيبي روكا، فينا نحط سبانخ، فينا نحط حيلا نوع شيء اخضر. بنغسل بنعقم خصوصي هلا بالطقس اللي مرق بكون كل الحشايش فايت عليها قطره بكثير، انتبهوا لازم تغسلوا ورقه ورقه. هيدي اول شيء ارجولا، رح ارجع احط طماط سوريز، فعندي الحلوم حدي هلا كمان، رح طلع مقلية تانية اشوي شوي. فينا نحط الحلوم ناي، فينا نشوي شوي، كل واحد كيف هو بحب ما في مشكلة. فعندي انا البندورة الكرزية كمان رح وزعها بالطريقة. عندي حب الرمان كمان، كمان نوزع. هلا في ناس بحطوا فريش موزاريلا، الحلوم، الفتة، بس أنا الحلوم لأنه نحن شتوية وهيك بنشويها طيبة مشوية مع الرمان والرقة. عندي الجوز كمان وزعهم بهالطريقة. فينا نحط حيلا نوع مكسرات بس بما انه الجوز انا مستعمله بالطبق بقلب السبانغ بقلب حشوة الدجاج فبنجيب فرد صنف هيك بنستعمله وين ما كان. هيك سلات صحية سريعة خفيفة نظيفة مليانة بالألوان. هول الجوز كمان خلصنا منهم. في عندي هون المشروم بحطهم وزعهم بهالطريقة. بضل في عندي الحلوم رح أنا أكيد أشويهم ووزعهم، وفينا اللي بحبهم هيك نيين مثل ما انه كمان بينحطوا، بس انا عم بحمل المقلايه حدي رح اشويهم وارجع زيدهم على السلاد. والصوص تبعها رح تكون دبس الرمان وزيت زيتون بس فقط 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 لا غير. كمان رح زيد هون رح ارجع شيل الكاسه انا ابرمها ورعبيها بالبسكويت المالح يلي بيلبق مع الجبنة ومع الكذا، يعني مثل واحد بيصير هيك بشيل مثل ابيتايزر صغير. هذا البسكويت بتحطوه انتو ابيتايزر على طاولتكم، انا رح شيل الكاسه وحطهم بنص الصحن كمان بتاكل مع بورسون جبنه مع التومات سوريز مع الجوز فبتلبق مع هيدي السلطة. هلا رح اتركها شوي على جنب، رح جيب بلوحه كرمال بدي اقطع الحلوم عطول. الحلوم اول ما تشتروه بتحطوه تحت المي بمي، يعني بتفضوا انيت مي لتر مي صحيه اكيد للشرب، بتحطوه بقلب البوله مثل هيدي وبتعبوه بالمي كرمال بق الملح تبعوله اذا كان مالح، انتم ما فيكم تعرفوا اذا كان مالح او لا،
بقى مش هيك تعملوا هيك تكونوا بالسيف تا يبقى الملح تبعول تا ما يطلع كتير ملح. هجيب انا هذا قالب الحلوم نقطع هيك كمان نستعمل حلوم كون عم نشجع الصناعة اللبنانية لأنه منتج نحن منصنعه هون نهرب شوي على المنتجات المستوردة هيك كون المزارع عم يستفيد وكمان عم بالاقتصاد هيك عم نشجع الكل والحلوم طيب يعني نشجع نحن الأشياء الوطنية. هذا الحلوم أنا رح أشويهم اكيد بدنا نكون مقليه ما تلزق شوي تا يشقروا برجع مشيلهم قطعهم وزعهم حوالي السلاد. هون مثل ما شايفين حبه التشيكن كيف عم تنسلق دغري بيتغير لونه بعدها تقريبا ربع ساعه هون تنسلق مزبوط مزبوط تستوي نكون قضينا على كل شيء ممكن يعني ممنوع الدجاج يضل ني برجع انا هون رح لونها مثل ما قلنا هلا بالفقرات الثالثه. هلا هذا الحلوم انا بدي استويهم البوريه الجزر والبطاطا صارت ريدي التشيكن صار جاهز السلطة جاهزه يعني في عندنا بعد الاطلاله الثالثه بنفرجيكم كذا ستيب شو بدنا نعمل وهلا رح نروح بريك ونشوفكم بالفقرات الثانيه. يلا زملائنا رح نكفي الاكله ما رح نجوعكم كثير بقى ستيب هلا بدي اعملها في شقفه التشيكن انا اللي سلقته هون اول بورشن هلا شلتها بدي اشويها هون تاخذ منها نكهات ونكهات واعمل صوص المشروم منه. رح احط لها زيت زيتون بدي شقرها هلا كمان بدي احط لها بابريكا بابريكا اللي بيعطيها اللون رجع ابرمها تاني ميلة نفس الطريقة بابريكا اللي بيعطيها اللون بيعطيها الشقار لأن هي ديجا مستوية بس نحن بيعطيها لون حلو وناخد النكهات منها هلا هون بنفس المقلاية بدي أعمل صوص المشروم أنا باقي الفطر اللي استعملتهم للسلاد رح احطهم انا نفس المقلايه هون رح فرجيكم كمان الحلوم الحلوم يلي انا شويتهم وقطعتهم هلا بدي انقعهم بدبس الرمان اوكي بدي انقعهم بدبس الرمان وبدي احط زيت زيتون على الروكا وعلى ال جوز وطماط سيريز هون رح نعمل بدبس الرمان في حدنا كاب دبس الرمان اخلطهم كلهم مع بعضهم برجع وزعهم على السلاد عم نعمله نخلط المزيج نرجع بالملقط نوزعهم على كل السلاد اتركهم انا ينتقعوا هلا ياخذوا وقتهم نرجع وزعهم على السلاد يلي صارت ريدي هي وزدت لها انا الكراكرز مالح مثل ما قلنا حطيتهم صار فينا مع الحلوم مع الكراكرز مع الجوز صار عندنا سلاد هيك جاهزه فيها كل شيء. هون عندي البطاطا البوريه مع الجزر كمان يلي انا سلقتها بالمي جزر والبطاطا قد بعضهم كميه رجعت حطيت ملح وبهار اسود رجعت حطيت لهم شوية كريمة هيدي النتيجة مثل ما شايفين هاي البطاطا نكهتها ولا أطيب من هيك فيها سويت فيها البطاطا يعني كامشة منا هلا بدنا نسكبها كمان الفقرة النهائية. هون مثل ما شايفين بلشنا نشوي سقفة الدجاج عم نحمرها هلا هم بيقولوا رح أحط الزعتر زعتر الفريش هون ناخذ النكهات
بدي احط شقفه من الزبده هلا هون نحن اللعبة كلها تنعمل صوص صوص المشروم مع محمر كمان التشيكن يلي محشيه برجع بذكركم بالسبانغ وبالفتة وبالبصل والكرافس والثوم هلا هذا كل المزيج مع بعضه هو بده ينتج لنا صوص طيب صوص المشروم فينا نملح شوي ونبهر اخر شيء انا هلا رح طفي بالكريمه تتعمل ريدكشن كل الاكل مع بعضه كرمال بدي اياه يتبخر بيتبخر كرمال نحصل على الصوص كونسنتريت تكون هيك منا يعني تصير قريبه منا سائل كثير ولا بيوريه تكون هيك صوص ناعمه مع المشروم والزعتر والصوص طفي كل شيء فيه هلا كريمه نزلهم كلهم هلا انا بدي المزيج يستوي مع بعضه هلا الصوص هي رح تشد رح نقدمها مع الروستو طبعا مش الروستو التشيكن البريست اللي حشيناها بالسبانغ رولاد رح اقطعها سلايسات سلايسات فينا نتركها مثل ما بدنا نزينها كل واحد كيف بحب هو يقدمها لانه بورشن حرزان يعني منا شخص هلا انا راح اتركها كفيلة تلوينه وصوص تعقد راح اروح بريك هلا ونشوفكم بالفقره النهائيه كيف راح نقدم الصوص والبوريه البطاطا مع الجزر والسلاد وكيف نوزع الحلوم هلا روح بريك ونشوفكم الفقره النهائيه انتظرونا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من مورنينج توك وختامها مسك بالمطبخ واطباقنا صارت جاهزه طبعا صرنا على الفينال هلا بدنا نسكب البلايات وتفضل على الغداء يلا لكن السلاد انا بفتكر صارت جاهزه لا السلاد جاهزه بس بدي اوزع الحلوم بعد الحلوم يلي انا نقعته بدبس الرمان وبدي احط بس زيت زيتون على المكونات الباقيه انا قلت لانه الصوص رح تكون هي حذر شو انا تحت الهواء لانه انا اليوم ما كنت معك بالمطبخ تحت الهواء افتكرتهم دجاج مشوي هو ليه قصقصهم لا حلوم بس قربنا كمان حكيت عن الحلوم انه انا منتج لبناني خلينا نشجع الاشبان طبعاً طيب بقى مش غلط انه اصلا اليوم السلاد كلها منتجات لبنانيه صح دبس الرمان والجوز الا المشروم شوي بس المشروم صار ينزرع عندنا كمان مشكله والكراكرز اختياريه الكراكرز اختياريه بس انا مع الجبنه بتقطع في واحد يحط في يحط كروتون فينا احط الكروتون بس هي المالحه هي البسكويت هي الملوحه طيبه ما عم تلبق مبين الطبق غني السلاد يعني غني ومفيد وصحي صح كله الوان الرمان السوريز هول الحلوم رح نحطهم كلهم بعد سنين لا لا صفا بعد بزياده بدنا نعجقه هلا في عنا البوري جزر بدي اخذ هذا الصحن جوز بعزبك بدي الرين كمان بقلبه ماشي بدنا نعبي البوري شاف شو حطت له؟ البوري انا حطيت سلقت البطاطا والجزر اول مره انا بشوف بوري وجزر مع بعض اوكي سلقتهم قد يعني اذا عندنا حبه بطاطا بنحط حبتين جزر يعني بالوزن انا قصدي قد اوكي رجعت بس طلعوا بس استووا مزبوط حطيت لهم ملح بهار وكريم فريش اوكي هيك نغير نكهه البوري شوي يعني اجمل لما نشوف البوري وحد صوتي بروكولي و صح اليوم فوتناهم نحن مع بعضهم هلا طعم بتاع حلو شوي بس انه طيبه بغير واحد شوي والتشيكن رولاد صاروا ريدي والتشيكن رولاد صاروا ريدي بس يعني عندنا هلا بنشيلهم ونظبطهم
هيدي صارت ريدي كمان. كمان فينا نشيلها. هين البيوري ما بتعذب. ما بتعذب. فينا شكشكلها. هول البسكويت اسمها تطلع. انا بحبها سام صراحة. هلأ صرت تعرفني يمكن. هيك نعطي شوي حركة للبيوري. يلا يا جورج. بتعرف لو قلبتهم هيك كان بيصيروا شجرة العيد. صحيح. كمان فكرة. شجر العيد. شجر. هيدا السلاط خلص. هيدا السلاط خلص وهيدا خلص نهايتنا صاروا خالصين. وأنا كمان بنقول هيدا البلاك من هيك نخفف عنك يا شيف. شكراً. أنا اللي بضل طبق الرئيسي. هذا الثانية بقدر بس الخشبة وقت قطعه هيدا بدي قطعه الثانية لا جيب لك سكين. خلينا نرجع نذكر شيف كيف سلقتهم كيف رجعت شويتهم التشيكن البريست انا دقيتهم شوي اوكي دقيتهم البريست يعني الصدر الكامل دقيتهم مزبوط حطيت ملح وبهار تركتهم على جنب رجعت عملت الحشوة الآلية اللي هي بصل وكرات وثوم وسبانغ وفتة و طبختهم مع بعضهم كمان سبانغ الفريش جبناهم رجعنا بس بردوا حشيناهم بقلب التشيكن البريست ولفيتها ورجعت بس استوت بالماي اللي عم تغلي شلتها عملت لها قليه حطيت دهنت لها زيت زيتون والبابريكا كرمال هيك نعطيها لون شوي من فوق ورجعت منها عملنا صوص المشروم مشروم يعني مع السبانغ مثل ما باين قدامكم هون شو بدك جيب ملعقه بس هولي كمان يعني بدي احط ونزل عليها شايفين انا فيها الفطر فيها السبانغ كل المكونات اللي بقلبها تاني هون على وجهه هيك بنقطع بورشن مع صوص ما كل شيء ننضف شوية طبق سوري عندي مهدورة الكراسية شو رأيك يا دكتور؟ خلص هول روعة راح زيد شي بقى خلص ايه روعة جورج بحب البلاس سامبل إذا بتعمل معروف ما فينا نزعله اوكي بدنا نجيب بعد صحن في صحن فاضي هون ايه صحن فاضي رح سقط المكونات كلها الباقيين بعد الصحن هيك بنكون عم نزينه بطريقتين مختلفين صح هي النتيجة واحدة والطعمة واحدة طعمته من الريحه مبينه بتشهي رح بلش قطع انا بتعرف الشيف انا على طول عندي فوبيا من الدجاج يعني بضلني مأكدة انه يكون مستوي مزبوط يعني اليوم لان ما بينمزح اليوم طبختهم وشويتهم وكل شيء يعني ما بقى في مجال انه ممكن شو في مبينين مستويين شو في مطيبات حطيناها كمان وضعنا دورة بعدنا هيك بالالوان الخضراء والحمراء بعدنا باجواء عاد عليكم علي لكم اياها تشوفوا شاف سلم ايديك يلا يعني يعني سفرتنا على طول غنيه معك يا شيف نص البطاطا يعني قد ما فينا نحن عم نعطي هيك الوان وافكار للمشاهدين ان شاء الله يكونوا عم بيعجبوهم كانت جمعتين حافلين جمعتين بالدسير صح وكانت متعبين كمان وجه تحيه لكل شافيت لبنان عن جد لانه بهو الجمعتين لانه نحن ما عندنا عيد وما عندنا نحن بخدمه المشاهدين وخدمه كل العالم يعطيكم الف عافيه الاطباق اللي هي
أرجولا سلاد يلي هي الحلوم مع الروكا مع طومات شريز الرمان الجوز، حطينا لها البسكوين المالح بنصها وشوينا الحلوم، حطينا زيت زيتون أونلي مع المشروم. رجعنا عنا التشيكن اللي قطعناها تشيكن رولاد يلي هي بقلبها حشيناها كرات وبصل وثوم وفتة وسبانغ الفريش، رجعنا منهم من المرقة تبعولها عملنا صوص المشروم مع سبانغ. عنا البطاطا مع الجزر المسلوق، حطينا كريم فريش ملح بهار، كمان شكشكنا البسكوي على راسه ديزاين. دلعنا هونيك جبل لبنان اللي حطينا له طماط شريز مع كمان نفس الحشوة تبعو هيدا، بس ما قطعناه، تركناه هيك بشكل فولكانو بشكل جبل بشكل بدكم. والصوص شفت عليها السبانغ والمشروم، الحشوة اللي بقلبها نفسها هي الصوص اللي عملناها، بس عملناها صوتية اخر شيء للتشيكن رولاد. هي فرزت لنا الطعمات، زدت لها كريم فريش انا مع المشروم، طلع لنا الكومبينيشن طيبة، ما طفينا لا بنبيض ولا بشي اليوم، يعني كلها مكوناتك ركينا على اللبناني شوي. طيب يلا حد الحاله بنبلش تسكبلنا سلطة. انا بدي اشكرك وعيدك وعيد عيدتك، بدي اشكرك انيتا، حلقه كانت كثير حلوه. حلوه اكيد. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، بدي ارجع اتمنى لكم اعياد مجيده. هلا عم نقرب على نهايه السنه، فتحضروا منيح لحتى تحضروا عشاء راس السنه. بدك تختمي؟ أكيد. ونحن منرجع منلاقيكم، مش أنا وجورج، زملائنا بلاقوكم بكرة بحلقة جديدة، كونوا على الموعد. باي باي باي، صحتين.